بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الشيخ رحمه الله قال إن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية شركية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد بها الدعاء للميت، يعني الزيارة الشرعية تنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول زيارة يقصد بها الدعاء للميت والاستغفار له، السلام عليه، هذه شرعية وفيها نفع للميت وأجر للحي، نفع للميت بالدعاء له وأجر للحي في نفع أخيه الميت أو قريبه الميت بالدعاء له، لا أن الميت هو الذي ينفع الحي أو يطلب منه الحي شيئا، هذا يأتي في الزيارة الشركية. والنوع الثاني من الزيارة، وهذه خاصة بالمؤمنين، هم الذين يسلم عليهم ويدعى لهم ويستغفر لهم. النوع الثاني من الزيارة الشرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ، ولا يدعى للميت، وهذه زيارة قبور المشركين. تشرع زيارة قبور المشركين من أجل الاعتبار والاتعاظ، لا من أجل الدعاء للميت أو الاستغفار له، لأن المسلم لا يستغفر للمشرك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله جل وعلا يقول: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله: لقد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني هذا ليس فيه أسوة ولا قدوة، لا أستغفرن لك، لأن إبراهيم تبرأ من هذا، فعله في الأول، ثم لما تبين له أن والده عدو لله تبرأ منه، فلا يقتدى بإبراهيم في ذلك، لئلا يتخذ هذا حجة فيقال: إن إبراهيم استغفر لأبيه فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، لأنه وعد أباه بذلك بقوله: سلام عليك، لا أستغفرن لك.
ثم نهي عن ذلك فامتنع عليه الصلاة والسلام. فهذا هو القصد من زيارة قبور الكفار، الاعتبار والاتعاظ بأمور الآخرة. إذا رأيت القبور وفيها من فيها من الناس، ومنهم العظماء ومنهم الملوك ومنهم الأغنياء، فإنك تعتبر تتعظ وتعلم أن مصيرك أن مصيرك كمصيرهم في يوم قريب أو بعيد، الله أعلم. لا بد من هذا، تستعد لهذا الأمر، تستعد لهذا الأمر قبل أن يحل بك. هذا هو القصد من زيارة المشركين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه بأن يزور قبر أمه، أم الرسول آمنة بنت وهب، ماتت على الشرك والرسول صلى الله عليه وسلم صغير قريب من الولادة، ماتت على الشرك. فالرسول من إشفاقه عليها استأذن ربه أن يأذن له، فأذن له في زيارتها. فهذا الدليل على مشروعية زيارة المشرك الميت من أجل الاعتبار والاتعاظ. ثم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فهذا دليل على أن المسلم لا يستغفر للمشرك حيا ولا ميتا. منع الله جل وعلا رسوله أن يستغفر لأمه، فبكى صلى الله عليه وسلم عند ذلك وأبكى من حوله. وبعد ذلك لم يزرها. الذين يترددون الآن على ما يزعمون أنه قبر أم الرسول بالأبواء، يعينون جبلا معينا ويضعون عليه أحجار وعلامات، يقولون هذا قبر أم الرسول. أول شيء أنه ما ثبت أن هذا قبر أم الرسول. ثانيا، لو ثبت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول ما كانوا يترددون بعدما إن الله منعه من الاستغفار لها، ما كرر صلى الله عليه وسلم زيارتها. وصحابته ما كانوا يزورون قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء معروف عنهم. فالذين يترددون الآن على ويحاولون جعل القبر المزعوم أو الحصى المزعوم أنه هذا قبر آمنة ويزورونه خفية وبالليل، ويضعون عليه الطيب ويضعون عليه الألوان، هذا كله من إحياء سنة الجاهلية وزرع لعبادة القبور في بلاد التوحيد. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن يتم لهم ما أرادوا في بلاد التوحيد ومنبع التوحيد ومبعث الرسالة، أن تؤسس فيها قبور تعبد من دون الله. فهذا هو الدليل على مشروعية زيارة قبور المشركين للاعتبار لا للاستغفار، لأن الله منع رسوله أن يستغفر لأمه كما منع إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله.
ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا دليل على أن المراد بزيارة القبور الشرعية أحد أمرين أو الأمرين جميعا، فقبر المؤمن يزار للأمرين، لتذكر الآخرة وللدعاء له والاستغفار له، وأما قبور المشركين فتزار لأمر واحد فقط وهو الاعتبار والاتعاظ. نعم. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا. نعم. بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت، وهذا النوع الثاني وهي الزيارة الشركية البدعية، والتي يقصد بها دعاء الميت وطلب الحوائج منه والتبرك في قبره والاستغاثة به، فهذه زيارة شركية. نعم. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. نعم. وأما الزيارة البدعية، نعم، فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. وأما الزيارة البدعية، نعم، فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، نعم، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو نعم، يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على نعم. هذه فزيارة القبور ولو كانت قبور أولياء وصالحين ومؤمنين لا تزار من أجل طلب الحوائج من الأموات والتبرك بتربتهم والاستغاثة بهم، طلب الحوائج منهم، طلب الشفاعة منهم وغير ذلك، لأنه إن طلب الحوائج منهم ودعاهم من دون الله فهذا شرك أكبر، كما كانت الجاهلية تعمله عند القبور. وإن كان القصد الدعاء عند القبر، الدعاء عند القبر ولا يدعو القبر وإنما يدعو الله، ولكن يظن أنه إذا دعا عند القبر فهذا سبب لقبول الدعاء، فهذه بدعية، هذه زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك، بدعية ووسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز أنه يتحرى الدعاء عند القبور. وإن كان لا يدعو إلا الله لا يتحرى الدعاء عند القبور، إذا أراد أن يدعو الله يدعوه عند غير القبور، يدعوه في المساجد، يدعوه في أي مكان، أما عند القبور فلا، لأن هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. نعم. وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، وهذه بدعية شركية، هذه بدعية لأنها لم تشرع، وشركية لأن فيها دعاء لغير الله. نعم. أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء عند قبره، هذه بدعية فقط وليست شركية، لأنه لا يدعو الميت وإنما يظن أن الدعاء عند قبره يستجاب. نعم. أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء، أجوب يعني أقرب للإجابة. نعم. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره. نعم. زيارة التي يقصد منها دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم هذه بدعية شركية،
وأما الزيارة التي يدعى الله جل وعلا لكن عند القبر هذه بدعية، وسواء لذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فإن القبور لا تزار من أجل ذلك. نعم. وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. نعم. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرما منهيا عنه. كما سبق، لا تتخذوا القبور مساجد تصلون عندها، وإن كان المصلي لا يقصد إلا الله بصلاته، لكن صلاته عند القبر بدعة ووسيلة من وسائل الشرك يتجنبها المسلم. نعم. مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته. نعم. لأن الله لعن اليهود والنصارى بسبب أي شيء؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى. ما هو السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها رجاء قبول الدعاء. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قاتل الله اليهود، في الحديث الآخر لعنة الله على اليهود، والمقاتلة معناها اللعنة، معناها اللعنة، قاتله الله يعني لعنه الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. أولا أخبرنا أن هذا من سنة الجاهلية، من كان قبلكم، معلوم أننا منهيون عن سنة الجاهلية. وثانيا أنه قال: فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، ثم صرح فقال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيدات. نعم. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ كيف بمن يقصد دعاء الميت؟ هذا الشرك أكبر، وهذا هو الغالب على الأضرحة وأصحاب الأضرحة، أنهم يهتفون بهم وينادونهم ويستنجدون بهم ويبكون عند قبورهم ويرفعون أيديهم، هذا شرك أكبر. أو أنه يدعو الله لكن يأتي إلى القبور، هذا بدعة، لأن هذا ليس موضع دعاء، وأيضا وسيلة إلى الشرك. فيدعو الله بهم، يدعو الله بهم، يعني يقول بحق فلان أو بجاه فلان، فدعوة هذا دعاء إلى الله بالصالحين، توسل بهم بالصالحين. أو عندهم، هو ما يتوسل، لا يدعوهم ولا يتوسل بهم، ولكنه يدعو الله عند قبورهم، وهذا أيضا بدعة، هذا بدعة، فلا يجوز دعاء الميت، هذا شرك أكبر. ولا الدعاء به، وهذا هو التوسل الممنوع. ولا الدعاء عنده، وهذا أيضا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات؟
وهذا زعم باطل، لأن الله لم يجعل القبور محلاً لأن تدعى أو يستغاث بها، ولم يجعلها مكاناً للعبادة، لم يجعلها مكاناً للعبادة، ولم يجعلها وسيلة إلى الله عز وجل. كل هذا من دين الجاهلية. نعم، وهذا هو الواقع في كثير من القبوريين اليوم، فمنهم من يعبدها من دون الله وهذا شرك أكبر، ومنهم من يدعو بأصحابها ويتوسل بهم وهذا بدعة أيضا، ومنهم من يدعو عندها رجاء الإجابة وهذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك. إنما تزار القبور للغرض الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة. وإذا كانت قبور مؤمنين فإن الزائر يدعو للأموات ويستغفر لهم ويسلم عليهم. نعم. وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. نعم، الغلو في الصالحين بعد موتهم هو الذي سبب وقوع الشرك في قوم نوح، لأنهم كانوا في الأول على التوحيد، على دين آدم عليه السلام، على التوحيد، ثم لما غلوا في الصالحين وصوروهم بعد موتهم وعكفوا على قبورهم يتبركون بها وعلى صورهم يتبركون بها ويستغيثون بها، حدث الشرك في الأرض من هذا التاريخ. فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر هذا الشرك ويدعو إلى عبادة الله له لا شريك له. فتبين لنا أن الغلو في الصالحين هو السبب لأول شرك وقع في الأرض، وأنه هو السبب الآن في الشرك الواقع من عباد القبور، هو الغلو في الصالحين. نعم. وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. يعني 1000 سنة، 10 قرون، 1000 سنة بين آدم ونوح كلهم على التوحيد، على دين آدم عليه السلام. نعم. 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم. نعم. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري. نعم. وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى، وهذا ثابت عن ابن عباس، هو في صحيح البخاري وفي كتب التفسير المعتمدة كلهم يذكرون هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح. هذه أسماءهم، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، آل الأمر بهم إلى أن عبدوا قبورهم وصورهم. نعم. إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب. هذه الأوثان التي اتخذها قوم نوح ويزعمون أنها على صور الصالحين، جاء الطوفان وهو الغرق والعياذ بالله الذي أهلك أهل الأرض إلا من نجا مع نوح في السفينة، إلا من نجا مع نوح في السفينة، وإلا فإن الله أغرق أهل الأرض كلهم. لما أصروا على الشرك وأبوا أن يستجيبوا لنوح، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله،
فلم يستجيبوا له، عند ذلك دعا عليهم فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إيش السبب أنه دعا عليهم؟ لما قال الله جل وعلا له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما أيس من استجابتهم دعا عليهم لئلا يفسدوا في الأرض، فاستجاب الله دعاءه وأرسل عليهم الطوفان وهو الماء الذي نبع من الأرض ونزل من السماء وعلى رؤوس الجبال، وأصبحت الأرض بحرة واحدة فيها أمواج، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة التي أمره الله بصناعتها. فطمر الطوفان طمر ديار قوم نوح بما فيها من الأوثان، وصارت تحت التراب، صارت تحت التراب ولم يفطن لها الناس، إلى أن جاء وقت عمرو بن لحي الخزاعي وكان ملكا على الحجاز، كان ملكا على الحجاز، وذهب إلى الشام للعلاج ثم رآهم يعبدون الأصنام، فدخل ذلك في فكره واستحسنه، هذا، وأراد أن يأمر أهل الحجاز بعبادة الأصنام مثل ما كان هذا في الشام. وهذا من سبب السفر إلى بلاد الشرك وبلاد الكفر، أنه يسبب مثل هذه الأمور. جاء بأصنام معه من الشام وأمر الناس بعبادتها، جاءه الشيطان أيضا وقال له اذهب إلى جدة، يعني ساحل جدة والسيف، لأن الأصنام هذه مندفنة فيه، أصنام قوم نوح مندفنة ومطمورة في ساحل جدة. قال له الشيطان اذهب إلى جدة تجد فيها أصناماً معدة، خذها ولا تهب وادعو إليها سائر العرب تجب. فنبش الأصنام من الأرض ووزعها في أحياء العرب وألزم الناس بعبادتها والعياذ بالله. فكان أول من غير دين إبراهيم، كان عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين إسماعيل. والسبب في هذا هو البحث عن الأصنام تحت الأرض، وأن الشيطان هو الذي أرشده إلى هذا. وكذلك الشياطين لا تزال تحرض الناس على البحث عن الأصنام والتنقيب عنها، ويقولون هذه من الآثار، هذه من الآثار. هذا هو عمل عمرو بن لحي، وإن كان الذين يبحثون عنها يقصدون من ناحية الحضارة ومن ناحية الفن، لكن هذا يؤول الشيطان، ما يقتصر على هذا، يؤول إلى عبادته كما حصل مع قوم نوح. فبعث هذه الأصنام وجلبها وجمعها على وسيلة إلى عبادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا عمل لا يجوز. نعم. إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب، صارت هذه الأوثان في قبائل العرب بسبب إيش؟ عمرو بن لحي هو الذي نبشها من الأرض ووزعها على العرب وألزمهم بعبادتها، إلى أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى التوحيد وجاهدهم حتى نصره الله عليهم، وفتح الله على يده مكة وكسر ما فيها من الأصنام وما حولها، اللات والعزى ومنات، حطمها صلى الله عليه وسلم.
وانتهت عبادتها. نعم. وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور. نعم، الشرك المعروف في زيارة القبور هو دعاءها والاستغاثة بها بحجة أنهم رجال صالحون وأنهم مقربون إلى الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو المعروف، هذا هو السبب المعروف. لكن عند الفلاسفة، والفلاسفة جمع فيلسوف وهو مدعي الحكمة، الذي يدعي الحكمة، والفلاسفة الغالب عليهم الإلحاد ولا يتبعون الأنبياء، ومنبعهم وأكثرهم في اليونان، هي بلاد الفلاسفة. هؤلاء لهم رأي آخر في سر عبادة القبور، وهو أنهم يقولون إن زائر هذه القبور إنه يفيض عليه من سر هذه القبور ما ينور قلبه، لأن هذول نور، وإذا زارهم فإنه يسري إليه نور من نور هؤلاء، وفيض يسمونه الفيض، يفيض عليه من نورهم. هذا قول الفلاسفة المشركين. نعم. وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه. ابن سينا هذا مشهور بأنه طبيب، وهو فعلا طبيب حاذق وله كتب في الطب، ولكنه كان من ناحية الدين كان فيلسوفا، وكان باطنيا من الإسماعيلية. أبوه يهودي، وهو دخل في الإسلام ولكنه بقي على الفلسفة وعلى الباطنية والعياذ بالله، فهو باطني فيلسوف طبيب. وبعض الناس يعظمه، يقول هذا من عظماء الإسلام، وهذا غلط، هذا ليس من عظماء الإسلام، هذا ملحد والعياذ بالله. إنما ميزته أنه طبيب فقط، أما أن يقال أنه من عظماء الإسلام ويفتخر به هذا غلط، وهذا لا يقوله إلا إنسان جاهل ما يعرف حقيقة ابن سينا. نعم. كتبه الآن موجودة كلها إلحاد، الإشارات وكتاب الإشارات لابن سينا، وكتاب له كتب مشهورة، ورد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، رد عليها على كتب ابن سينا وبين ما عنده من الإلحاد والفلسفة. فلا يحسب من علماء المسلمين، يحسب من الأطباء، نعم هو طبيب، أما أنه من علماء المسلمين ويفتخر به لا، هو باطني إسماعيلي. نعم. كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها وغيرها. الكتب المظنون بها، المظنون بها يعني المبخول بها من الظن وهو البخل، وما هو على الغيب بضانين يعني بمتهم، وقيل بخيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يبخل في بيان الحق والوحي الذي أنزل عليه، ما يبخل به بل يبلغه. وقيل ليس وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، بل هو معصوم صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتب المظنون بها يعني المبخول بها، لأن كتب بزعمه نفيسة لا تعطى إلا لأهلها، وهي كتب فلسفة، كتب فلسفة وضلال، فهو سماها المظنون بها يعني المبخول بها إلا من عنده أهلية، وذلك لأنه يراها معظمة ويراها هذه من هي لها الكتب المظنون بها؟ المشهور أن أهل الغزالي
اللي يسمون حجة الإسلام. والغزالي هذا كان فقيها شافعيا، كان مبرزا في الفقه، له مؤلفات في كتب الشافعي، مذهب الشافعية مشهورة ومعروفة، وأيضا هو أصولي من علماء الأصول المبرزين، وله مصنفات كالمستصفى وغيره. هذا مسلم له في الفقه ومسلم له في الأصول. أما العقيدة فقد تأثر بالفلاسفة وتأثر بالصوفية، وكتابه إحياء علوم الدين مشحون بالتصوف والفلسفة، وهذا موجود. ويقال إن كتب المظنون بها له أيضا. نعم، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها وغيرها. أي نعم، وهذه الكتب المظنون بها تشتمل على مذهب ابن سينا وفلسفة ابن سينا. نعم، ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. هذا مذهب الفلاسفة. نعم، فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان. من أن الشفاعة عند أهل الإيمان، الشفاعة هي الوساطة بدعاء الشافع للمشفوع له، هي دعاء الله للمشفوع له، هذه الشفاعة الشرعية. هم يقولون لا، الشفاعة ليست كذا، الشفاعة إنما هي فيض يفيض على زائر القبر، فإذا زار القبر فاض على قلبه شيء من صاحب القبر. نعم، فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان، من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه. نعم، يدعو به لغيره. نعم، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. نعم، يرون أن الذي يتصرف في الكون هو الأفلاك والكواكب، وأن نزول المطر إنما هو من حركة الكواكب الأفلاك والحوادث الأرضية كما يقوله المنجمون. والتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا منحدر من مذهب الفلاسفة تماماً. هم اللي يزعمون أن النجوم تؤثر وأن الأفلاك تؤثر هالحوادث اللي تقع، وليست بأمر الله ولا صادرة عن الله عز وجل، هذا مذهب الفلاسفة. نعم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت. نعم، هذا فائدة زيارة القبر عندهم، أنه إذا زار قبر رجل صالح أنه يفيض من فيض هذا الميت وروح الميت على روح هذا الزائر، ينتفع بهذا. نعم، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية. والعقل الفعال عندهم هو الفلك أو القمر كما يسمونه. نعم، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل فقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك، إنما هو فيض ما يشعر به لا الزائر ولا المزور، أنه فيض طبيعي. نعم، ومثلوا ذلك بالشمس، إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى
فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة. هذه الفلسفة، هذه الفلسفة اللي عظمها الناس كلها خرابيط، ومن هذه الحكايات الباردة من هالنوع. نعم، فيفيض على روح الحي من روح الميت، كما إذا قابلت المرآة الشمس فإن الشمس تسطع في المرآة، وكذلك نفس الزائر يسبون بالمرآة، ونفس الميت يشبهون بالشمس. هذه خرابيط، ما لكن العقول إذا انحطت هذا نتاجها والعياذ بالله. نعم، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. هذا هو الأساس عند الفلاسفة، ما هو بالفلاسفة، ما هو كما يقول القبوريون إن الميت يشفع للحي وينفعه ويتوسط له عند الله. لا، هذا غلط، هذا فيض اللي يحصل إنما هو فيض الأرواح بعضها على بعض، روح الميت تفيض على روح الحي وتتأثر بها. أنت حينما تزور القبور من أجل أن الشعاع الذي في القبر ينعكس على قلبك فتعود بالصفاء، صفاء القلب، صفاء السريرة. نعم، وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره. أول شيء إن هذا جحود لله عز وجل، وأن اللي يدبر الكون إنه هو الأفلاك والنجوم والمخلوقات. وثانياً إن هذا فيه عبادة لغير الله، واعتقاد أن النفع والضر والخير والشر من غير الله، وإنما هو من هذه الأفلاك أو هذه القبور هي اللي تدبر الكون، تصرف في الكون بفيضها وصفائها. نعم، وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره، ولا ريب أن لأنه جحود لله عز وجل، وجحود لقدرة الله وتدبيره للكون، وإضافة هذا إلى المخلوقات. نعم، ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم. نعم، وانتهى من قول الفلاسفة، وبدأ يذكر إن ما يحصل لزوار القبور المبتدعة عند القبور ما يحصل لهم من المشاهدات وقضاء الحاجات، وأن هذا كله من الشيطان، شياطين الجن يتصورون للزائرين باسم الأموات ويقولون لهم نحن نقضي حوائجكم، نحن نرفع أمركم إلى الله، إلى غير ذلك، وهم شياطين يريدون أن يضلوا بني آدم. نعم، ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم. نعم، فالأوثان التي تعبد من دون الله تسكنها الشياطين، وربما إذا جاءها من يعبدها أن الشيطان يظهر له بصورة ويزعم له أو يكذب عليه إن هذا هو الصنم الذي تعبده، أنه يدبر أمرك وأنه يعطيك ما تريد، وأنه أي نعم. والواقع أن هذا حجر، ما في شيء، ولا لكن اللي ظهر هذا شيطان، كما حصل في عند العزة لما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدمها، ظهرت عجوز شوها منها من نفس الصنم، فخالد رضي الله عنه ضربها بالسيف وشقها نصفين وهدم، لأن هي ظهرت تبي تخوف خالد، تظن أنه مثل الربع اللي من قبل أن تظهر لهم فيقتنعون. لا، خالد ما عنده لعب، لما ظهرت له فلق هامتها بالسيف وقتلها، ثم هدم القبر، هدم العزة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا دليل على أن الشيطان يظهر عند الصنم كما حصل لخالد رضي الله عنه. نعم، والقصة مشهورة. نعم. ولا ريب ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالت تلك العزة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني شيطان. نعم. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك. ولهذا إيه نعم، قد تظهر الشياطين عند القبور وتظهر عند الأصنام وتقضي حوائج بني آدم من أجل أن تضل بني آدم، ويظن الجهال أن هذا من تصرف القبور ومن تصرف الصالحين وبركتهم، وهو في الحقيقة إنما هو عمل الشياطين. نعم. فالقبور لا تتصرف ولا تعمل شيء، والميت قد انقطع عمله. نعم. ولا يخرج من قبره أبدا إلا للبعث النشور. نعم. وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت. نعم، يحصل عند القبر لزوار القبور للدعاء والشرك، يحصل لهم أشياء تغريهم، منها أنهم يسمعون أصوات من داخل القبور تناديهم وترحب بهم وتعدهم، ويظنون أن هذا صوت الميت، وهو في الحقيقة صوت شيطان. ويقضي حوائجه التي طلبها، ويظن أن هذا هو الميت خرج من قبره، وهو في الحقيقة شيطان، أن الميت ما يخرج من قبره في الدنيا أبدا، أنهم إليهم لا يرجعون، ما أحد يرجع إلى الدنيا بعد ما يموت، ما أحد يرجع إلى الدنيا أبدا إلا إذا بعث يوم القيامة. فهو يظهر له تارة بالصوت وتارة بالصورة، وهذا يغري هؤلاء الجهال وأصحاب الحاجات. نعم. ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، أو تقضى تصرف عجيب، تقضى حاجته بسرعة، يشفى مريضه، تحمل زوجته إن كان يريد أن زوجته تحمل، يحصل غرضه بسرعة، ويظن أن هذا من الميت، وهو من قضاء الله وقدره واستدراج له، الاستدراج سنستدريهم من حيث لا يعلمون. نعم، ليس هذا من الميت. نعم. وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين. نعم. مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه. مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت، وهو شيطان، الشيطان صور له أن القبر ينشق، وهو لم ينشق ولا خرج منه ميت، إنما هذا الشيطان، ويعانقه ويقبله، وهذا الشيطان. نعم، هذا شيطان من شياطين الجن. نعم. مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان. إنما هو شيطان، هو اللي يخرج لبني آدم بهذه الصورة موهما إياهم أنه الميت وأنه الولي. نعم. فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم. نعم، الشيطان أعطاه الله قدرة على التصور، أعطاه الله قدرة على التصور، تشكل، يتصور بصورة صاحب القبر، إذا كان الزائر يعرف صاحب القبر يظهر له بصورته تماماً، يقول هذا فلان، وهو شيطان. نعم. فإن الشيطان يتصور بصور الإنس. نعم، الشيطان يتشكل، أحياناً يتصور بصورة إنسي، وأحياناً يتصور بصورة حيوان، وبصور كلاب، وبصور ثعابين، وبصور، تصور بأشكال مختلفة. نعم.
فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان. يدعي أحد الشياطين أنه النبي، أنه رسول الله، وهو كذاب، فيصدقه هذا الزائر المسكين، صدقه أنه الرسول وأنه نعم، أو أنه النبي أو أنه الولي. نعم. ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك بلا شك. نعم. وفي هذا الباب، لأن الميت ما يخرج من قبره، الميت لا يخرج من قبره إلا للبعث. نعم. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. نعم. وهذا كشف لشبهة خطيرة جدا، لو أن الناس يعقلون يعرفون أن هل يحصل عند القبور ما له حقيقة، وإنما هو وهم من الشياطين، من شياطين الجن، ليس له حقيقة، فلا يغتروا به. وسيأتيكم قصة عبد القادر الجيلاني رحمه الله. نعم. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدا. والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما. نعم. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان. والمؤمن العظيم. عظيم؟ نعم. نعم، المؤمن الصادق يعني ما يغتر بهذا، يعرف أنه شيطان، لأن الميت ما يخرج، لأن الميت لا يخرج إلا يوم القيامة. نعم. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان، ويتبين ذلك بأمور. أحدها، إيه، إذا أردت أن تعرف أن هذا شيطان تأتي بأمور تطرد الشيطان عنك. نعم. فإذا انطرد هذا الدليل على أنه شيطان. نعم. ويتبين ذلك بأمور، أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق. أي نعم، أن يقرأ الزائر يقرأ آية الكرسي بصدق، أو قراية لفظية، بصدق وإيمان، فلن يرى الشيطان أبدا، يذهب يفر من سورة البقرة ومن آية الكرسي، لا يقربه شيطان، حتى النائم لبغى ينام وقراها ما يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص، تغيب الشخص اللي يقول أنا فلان وهو شيطان. نعم. تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب، أو غاص في الأرض، ساخ يعني غاص في الأرض، أو احتجب اختفى. نعم. ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي. المؤمن ما تطرد آية الكرسي، يفرح بآية الكرسي، يفرح بذكر الله عز وجل، وكونه يهرب هذا دليل على أنه شيطان. ولو كان هو الرجل الصالح أو النبي لسر بذلك وفرح. نعم. ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره، أو جنيا مؤمنا، لأن الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر. نعم. لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين. نعم. كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الجني اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. نعم، أبو هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على تمر الصدقة، فجعل شخص يأتي بالليل ويأخذ من التمر يحثو منه، يمسكه أبو هريرة يمسكه لأنه حارس، فيقول له أنا ما أعود أبدا، اتركني وأنا لعيال وفقير ولن أعود، فيتركه، ثم الليلة الثانية يعود، ثم الليلة الثالثة يعود، ثم لما قبضه القبضة الأخيرة وقال لن أطلقك أبدا، أنت وعدتني أنك ما تعود وتعود، لن أطلقك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال له أنا اتركني وأنا أعلمك شيئا يطردني عنك، اقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان. فلما أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني أن آية الكرسي تطرد الشيطان. نعم.
ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين. ومنها ما يطرد الشياطين الاستعاذة، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني لذ بالله عز وجل، إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم، فالاستعاذة بالله تطرد الشيطان. نعم. ومنها أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية. معوذات، بالمعوذة، معوذة أو المعوذة، المهم أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية، المعوذة أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها أن المسلم إذا عرض له الشيطان فإنه يستعيذ بالله منه، يستعيذ بالله منه، فإذا استعاذ بالله منه أعاذه الله عز وجل. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الشيطان وهو يصلي يريد أن يشوش عليه صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله وخنق الشيطان حتى أراد أن يمسكه ويربطه بسارية المسجد، إلا أنه ذكر أن سليمان عليه السلام أعطاه الله، سخر له الشياطين وأعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فترك الشيطان يذهب. نعم. فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من الشعاب والأودية، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. بهذا الذكر، هذا الذكر ينبغي للمسلم أنه يتعلم هذا الذكر، فإذا أحس بشيء من الشيطان فإنه يأتي به ولن يجده بعد ذلك. نعم. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله عز وجل منه، فذعته فأردت أن ذعته فذعته ذعته ذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه. ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله تعالى خاسئا. لأن التمكن من الشياطين، التمكن من الشياطين إنما أعطيه سليمان عليه السلام استجابة لدعوته: رب هب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سليمان فترك هذا الشيطان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. أخرجه النسائي.
وإسناده على شرط البخاري كما ذكر أبو عبد الله المقدسي في مختاراته الذي هو خير من صحيح الحاكم. نعم، هذا الحديث رواه الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة الصحيحة المختارة التي ليست في الصحيحين، وهو كتاب جيد المختارة، الأحاديث الجيدة المختارة، طبع الآن في مجلدات، وهو كتاب جيد. يقول الشيخ أنه أحسن من كتاب المستدرك للحاكم، أو أحسن من صحيح الحاكم أبي عبد الله الحاكم، يعني أجود منه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. الحاصل من هذا أن الشياطين إذا كانت الشياطين تحاول أن تؤثر على الأنبياء عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ فعلى المسلم أنه يتحصن منهم بذكر الله عز وجل والأوراد الشرعية. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثاً، وبسط يده كأنه يتناول شيئاً. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئاً في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فاستأخر، ثم أردت أن أخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة. نعم، كل هذه الأحاديث بمعنى واحد، أن الشياطين تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وتهدده، ولكن الله يحميه منهم بذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله، هكذا ينبغي للمسلم. والشاهد من هذا أن الإنسان لا يغتر بظهور الشياطين ويظن أنهم هم الأولياء والصالحين، إنما هم شياطين، لا يغتر بهذا. نعم. فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء، هذا النتيجة من سياق الأحاديث. نعم. فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء فكيف بغيرهم؟ نعم. تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ فكيف يقال إن اللي يخرجون إلى زوار الأضرحة أنهم هم الأموات والصالحون؟ إنما هم شياطين يريدون أن يضلوا بني آدم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، فمن كان متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. وأما من ابتدع ديناً لم يشرعوه فترك يكفي. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بهذا الدعاء، وهل له أصل؟ اللهم إنك سلطت علينا عدواً عليماً بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، اللهم أيس منك ما أيسته من رحمتك، إلى آخره. يقال إن الإمام محمد بن واسع كان يدعو الله كل يوم بهذا الدعاء، فجاءه الشيطان وقال له: يا إمام، أعاهدك أني لن أوسوس لك أبداً، ولن آتيك ولن آمرك بمعصية، ولكن بشرط ألا تدعو الله بهذا الدعاء، فهل لهذا أصل؟ أولاً،
ينبغي للمسلم أن يدعو بالأدعية الواردة ويتقيد بألفاظها، لأن ألفاظ النبوة فيها خير وفيها بركة، يتقيد بألفاظها. ثانيا، هذا الدعاء معناه صحيح، معناه صحيح وإن لم يرد بلفظه لكن معناه صحيح، مأخوذ من الأدلة. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تعليقات موثوقة لأهل العلم على كتاب إحياء علوم الدين؟ لا أعرف شيء من هذا، إلا أن الإمام العراقي رحمه الله خرج أحاديثه، خرج أحاديث الإحياء، زين الدين العراقي الإمام المشهور خرج أحاديثه، والتخريج مطبوع مع الكتاب. هذا من الناحية الحديثية، أما من الناحية العقدية والأشياء دي أنه ما تعرض لها العراقي. هناك رسائل في الرد على كتاب الإحياء، منها رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الدرر السنية موجودة، وأذكر أن واحد كتب رسالة علمية أظن في الماجستير أو الدكتوراه عن بيان ما في الإحياء من الأخطاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما انتشر في الوقت المعاصر من دورات في التفكير والبرمجة العصبية ومعرفة قوى النفس، هل هذا من علم الفلسفة المنهي عنه؟ نعم، هو لا خير فيه، ومنين جاء هذا؟ هذا قد يكون إنه منحدر من هذه الأمور، من الفلسفة ومن الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. منها مثلا تحضير الأرواح، إحنا فن يسمونه تحضير الأرواح، وهو كفر بالله عز وجل، ويزعم أنه يحضر أرواح الأموات وأنه يخاطبها وتخاطبه، هذا كله من هذا النوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إنه من الأولى أن يترك الدعاء للميت عند القبر ويكتفى بالدعاء له في أي مكان خارج المقبرة حتى لا يظن من رآه أنه يدعو الميت؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر بعد دفنه ويدعو له ويأمر بالدعاء له والاستغفار له، هذا عمل مشروع، أنك إذا وقفت على القبر تدعو لصاحبه وتستغفر له عند الزيارة أو بعد الدفن، هذا شيء مشروع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر على المقابر يدعو للأموات ويستغفر لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعلم علم الفلسفة والقراءة من كتب علم أهل الكلام بدعوى أن بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل درء تعارض العقل والنقل لا تفهم إلا بالقراءة في تلك الكتب، لأنه يستخدم مصطلحات الفلاسفة. شيخ الإسلام ابن تيمية تعلم المنطق والأشياء هذه ليرد عليها، فإذا كان عندك استعداد أنك تصير مثل شيخ الإسلام أو غيره من الأئمة، عندك استعداد لإبطالها ونقضها، فهذا شيء طيب. أما مجرد أنك مبتدي وضعيف ومسكين تبي تقرأها وتأثر بها وربما تظن أنها صحيحة، هذا لا يجوز، هذا خطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تعارض بين هذين القولين، إن أول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين، والثاني إن أول شرك هل هناك تعارض بين هذين القولين، إن أول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين؟ نعم. والثاني إن أول شرك حدث في الأرض هو بسبب التصوير. كلاهما، نعم، كلاهما صحيح. أول شرك حدث في الأرض بسبب الغلو، ومن الغلو تصوير الصالحين ونصب صورهم، هذا من الغلو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطواف على القبور متى يكون وسيلة للشرك ومتى يكون شركا أكبر؟ إذا قصد بطوافه بالقبور التقرب إلى الأموات فهذا شرك أكبر، لأنه عبدهم من دون الله بالطواف. أما إذا كان قصد بالطواف لوجه الله فهذا بدعة، لأن المكان ما هو محل الطواف، ولا هنا مكان يطاف به في الأرض إلا الكعبة المشرفة هي محل الطواف، لأن الله أمر بالطواف بها. وليطوفوا بالبيت العتيق، طهر بيت للطائفين، فلا يطاف بشيء غير الكعبة المشرفة لأنها بيت الله عز وجل. فإذا كان قصد بالطواف التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، إذا كان قصده بالطواف عند القبر التقرب إلى الله لا إلى الميت، ولكن يظن أن الطواف بالقبر مشروع فهذا بدعة. نعم، وسيلة من وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بينتم حفظكم الله لنا حقيقة ابن سينا، فما حقيقة الفارابي والرازي والكندي وابن رشد؟ كلهم من هذا النوع، عندهم فلسفات وعندهم أشياء، خصوصا الفارابي أشد. نعم. وهل صحيح أن الإمام الذهبي قد ذكر أن ابن سينا قد رجع عن مذهبه؟ الله أعلم، مسألة أنه رجع وما رجع الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشياطين تتصور بصور الكلاب والقطط أم أنها تتصور بأشكال الحيوانات كلها؟ وهل يلزم أن تكون سوداء لتكون شيطانا؟ تتصور هي بالصور المختلفة، صور الطيور، صور قطط، صور كلاب، صور حيوانات. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما أن يحدد الصور التي تصور بها أنا ما أعرف هذا، لكن هي عندها قدرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن إسقاط المرأة للجنين هو من الجن والشياطين؟ نعم، قد تؤثر الشياطين، تضرب بطن المرأة أو تسبب سقوط الجنين. إذا خافت المرأة، إذا خافت من الشياطين فإنهم يضرونها ويسقطون حملها أو يقتلونه إذا خافت منهم. أما إذا توكلت على الله، اعتمدت على الله، استعاذت بالله من الشياطين فإنهم لن يضروها ولن يضروا حملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من إيرلندا يقول، عندنا يا شيخ قبور المسلمين في مقبرة واحدة مع قبور الكفار، وبعدها عن بعضها فقط إنما هو أمتار، وللمقبرة باب واحد، فهل يجوز لنا الدفن في هذه المقبرة علماً بأنه لا توجد مقبرة غيرها، والدولة لا تسمح للمسلمين بإنشاء مقبرة مستقلة؟ هذا من آفات السكنة في بلاد الكفار، من محاذيره وآفاته هذه المسألة، لذلك شرعت الهجرة إلى بلاد المسلمين، والكون مع المسلمين، ومفارقة الكفار من هذا الأمر وغيره، فلا يجوز الدفن في مقابر الكفار. لكن ما دامت مقابر المسلمين على حدة ومقابر الكفار على حدة غاية ما يكون، وبينها فضاء أو مسافة، فالأمر أخف، الأمر أخف عند الضرورة، وإلا فلا يجوز أن المسلم يقبر مع الكفار، ولا أن الكافر يقبر مع المسلمين، بل يجعل لكل مقبرة خاصة. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المقبرة مشتركة بين المسلمين والكفار فهل يقال الدعاء الوارد عند زيارة المقبرة؟ هل إيش؟ إذا كانت المقبرة مشتركة، أنا قلنا ما يدفن في مقابر الكفار، لكن السائل يقول أن قبور المسلمين معزولة على حدة وقبور الكفار معزولة على حدة، أما إذا كانت مختلطة فهذا لا يجوز. نعم. يقول وهل يقال الدعاء عند زيارة تلك المقبرة؟ يقال عند قبر المسلم، عند قبر المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من بولندا يقول، ما هي السنة
إذا مات المسلم في بلد الكفار، هل الأفضل أن يسافر به لبلده للدفن هناك أم يقبر في بلاد الكفار لتعجيل الدفن؟ إذا كان فيه مقبرة للمسلمين يدفن في مقبرة المسلمين ولا حاجة إلى نقله، أما إذا ما كان فيه مقبرة للمسلمين فينقل ضرورة، ينقل إلى أقرب بلد فيها مقبرة للمسلمين، أقرب بلد ينقل إليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تحديد يوم لزيارة المقابر؟ لا يحدد يوم لأنه لم يرد، وما يظن أنه يوم الجمعة لا أصل له، يزور المسلم القبور في أي يوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشر الصور التي تمثل خروج الإنسان من قبره كأن تمثل إنساناً لفظه القبر أو التف عليه الثعبان أو شاب شعره وغير ذلك، هل هذا من باب وسائل الدعوة وما الحكم في ذلك؟ هذا من باب وسائل الدعوة إلى الضلال، هو دعوة لكنه إلى الضلال، هذا أمر لا يجوز، وهذا من العبث، ويخشى أن وراءه ما وراءه أنه تطور، فيجب أن نحذر من هذه الأمور. والدعوة غنية عن هذه الأساليب، الدعوة إلى الله غنية عن هذه الأساليب وهذه الترهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه قد دعا الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم شيئا من ذلك أبدا، لا أعلم شيئا من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شنق نفسه وانتحر فهل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه لأنه مسلم ليس بكافر، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل، أهل الفضل ما يصلون عليه كالإمام والناس الذين لهم فضل، ما يصلون عليه زجرا له وزجرا لغيره، يصلي عليه عامة المسلمين ولا يترك بدون صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطفل عمره يوما وأبوه وأمه نصرانيان فهل يدفن في مقابر المسلمين؟ لا، تبع لأبوه، الطفل تابع لأبويه، ما دام أباؤه كفار فهو تبع لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للإنسان أن يعوذ نفسه وأولاده فيقول اللهم إني أعيذ نفسي وذريتي ووالدي وزوجي بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر إلى آخر الدعاء؟ شيء طيب هذا، نعم، يعوذ نفسه ويعوذ من يريد من أقاربه ومن أولاده، هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أو يستدل بقصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الحق من الشيطان، ولذلك فيجوز قد أخذ الحق، الحق، نعم، إيه؟ قد أخذ الحق من الشيطان، ولذلك يجوز للإنسان أن يتلقى العلم عن كل أحد إذا اقتصر على أخذ الحق وترك الباطل. سبحان الله، أبو هريرة ما أخذ هذا عن الشيطان، إنما أخذ هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صدقك وهو كذوب، أبو هريرة أخذ هذا عن الرسول ما أخذ عن الشيطان. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.